السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيناكم فيديو جديد، حلقة جديدة كونسيرنون الهجرة. فهناك بلد أوروبي يمكن لك تمشي ليه بدون تأشيرة، اللي هي صربيا. غتقولي اش غنمشي ندير في صربيا؟ صربيا هو أول حاجة كيتعتبر بلد أوروبي، كيتميز أنه عنده اقتصاد اللي هو مزيان. فالاقتصاد ديالهم غير ديرنيرمون داروا 52 مليار دو دولار، قريبا 53 مليار دو دولار اون 2020. عدد التعداد السكاني ديالهم ماشي كثير بزاف، 7 مليون. العاصمة ديالهم هي بلغراد، داكوغ. دونك صربيا كتواجد في اوروبا، يمكن لك تمشي ليها بلا فيزا. هي جات قريبة من كرواتيا ومن طاليان. بالنسبة للشباب اللي باغي يمشي يطبق على راسو ولا كيقلب على دي زوبورتينيتي، فحنا ديما تنجيبو لكم الجديد، كنحاولو نجتهدو في هاد القناة، وكنحاولو أننا ديما نبحثو على الجديد. خليوكم معنا، ديرو أبوني، بارطاجيو الفيديو باش الفائدة تعم الجميع، وخليوكم ديما مع كي كنقولو أجور مع القناة، في تواصل مستمر. بارطاجيو هاد الفيديو باش الفائدة تعم الجميع. فنزيدو ناخدو بعض المعلومات على صربيا. فأنا كنشوف دابا هنايا لي روبورتاج ديالهم، عندهم ليكونومي لا بأس بها، ماشي شي ايكونومي فريمون بحال الميريكان ولا بحال لونجلتير ولا، مي كيتعتبر بلد اوروبي لا بأس به. تخي بيان. نشوفو هنا لا لونغ، مدايرينش لا لونغ. تخي بيان. دونك بالنسبة للناس اللي هما انتيريسي باش انهم الهجرة، فعندهم الحدود مع رومانيا، مع تيمي صورا، ساراجيفو، قرب شوية لإيطاليا، فوالا، هادشي كاين. فصربيا، نحاول غنخلي لكم في صندوق الوصف، المعلومة كاين بعض المعلومات عليها في ويكيبيديا، داكشي اللي كيهضرو على ليكونومي ديالهم، لي فوتو ديال بلغراد اللي هي العاصمة ديالهم. فكي قلنا صربيا هي بلد اللي هو غادي في التقدم، ويمكن لك تمشي له بلا فيزا. ماشي ولا بدا الناس اللي غيمشيو للهجرة انهم يشتغلوا، كاين الناس اللي باغيين يمشيو حتى السياحة. علاش لا، الواحد ما يكتشفش بلد جديد سميتو صربيا كسياحة. فوالا، خليكم معنا، تابعوا الجديد ديال القناة. فديما غادي نبقاو غاديين في كسوا في لي زوفر دومبلوا ولا في الهجرة. دعمونا بلايكات، بارطاجيو الفيديو باش الفائده تعم الجميع. لا عندكم بعض المعلوم، بعض كي كنقولوا اللي عنده شي معلومات اضافيه بغى يضيفها، يقدر يتواصل معنا داكوغ عبر البواط ميل. غادي نخلي لكم واحد البواط ميل للتواصل، ولا اللي عنده شي توضيح ولا اللي عنده شي اسئله يقدر يتواصل معنا، با دو بروبليم. غنجتهدوا في هذه القناه ونبقاو غادي القدام ان شاء الله باذن الله، ونقلبوا لكم على مواضيع اجمل بالنسبه للهجره. فهضرنا على كندا، درنا بزاف ديال لي فيديو على كندا بالنسبه للناس اللي هما انتريسي، وهضرنا حتى على اسبان، وهضرنا على لونجلتير. الى الفيديو المقبل ان شاء الله باذن الله. الله يعاونكم، تفضل عليكم.